بسم الله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق وطور الدولة العمومي تابع محافظة الغربية، ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 25/3/2022، وتعالوا نشوفوا الأسعار اللحم النهاردة في سوق وطور محافظة الغربية. أسعار اللحم النهاردة الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. على صباح الخير يا معلم. صباح الفل يا معلم. نتعرفوا باسمك؟ علي ربيع يا ريس. من هنا يا حاج علي؟ من هنا من وطور. من وطور من هنا؟ أوه. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كسر حاجه ده؟ لا لباني لسه. لباني لسه، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الله اكبر على الماء، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على اللحم يا جماعه في سوق وطور النهارده، الله اكبر. اللهم صل على النبي. عمره قد ايه يا معلمي؟ لا عمره 16 شهر. 16 شهر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله اكبر يا جماعه، يعني سنه ونص، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، الله اكبر، اللهم صل على النبي. ده نوعه ايه يا معلمي؟ يا معلمي نوعه ايه؟ طيب ده نوعه طيب براون. براون، بسم الله ما شاء الله، الخليط البراون يا جماعه، الله اكبر، اللهم صل على النبي على المال، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، فتح ربيه، بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه، الله اكبر، فاكره، اللهم صل على النبي على المال، فاكره، هم دول كده عمر سنه ونص يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على العجله، اللهم صل على النبي. طب الاسعار عاملين النهارده في السوق يا معلم؟ احنا لسه على الله، يعني لسه على مش تجار ولا جنايين؟ احنا تجار. تجار، الله يبارك لكم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني بنباع بالكيلو عادي شغال كده على بعضه ماشي؟ اه. يعني الكيلو ماشي كام النهارده؟ يعني النهارده 72 71 كده. 70 71، بسم الله ما شاء الله. الكيلو حي كده. اه. حي كده ب 70 وبعد 70 يا جماعه في سوق وطور النهارده اللحم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني يعمل كام العجل دي مثلا؟ هيجي كام؟ هيجي 600 كيلو ان شاء الله. 600 كيلو، الميزان يا جماعه 600 كيلو اهوت، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. طب عامل سعره كام كده على بعض؟ 600 كيلو. قول للحاج، ابن الحاج فرج عتيبه بتاع اسكندريه بياخد فيه. صباح الخير يا حاج فرج. ايوه، قول لحاج ابن عمرو ابن الحاج فرج عتيبه بياخد فيه. عمرو ابن الحاج فرج بيشتري يا جماعه بتاع اسكندريه. بتاع اسكندريه يعني السونار تفكتوره يا معلم النهارده. 33,000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، 33,000، الله اكبر. الله اكبر. الله يبارك لك يا معلمي على مهله. اللهم صل على النبي على المال. يعني شغال في اللحمه على طول يا معلم؟ شغالين في كل حاجه. ها؟ شغالين في كل حاجه. الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونك لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ 010 010 10 900 900 279 279. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. حاضر. صباحك ابد ومتشكرين يا معلمي. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. على مين؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على العجول السمنتال يا جماعه، اللحم في سوق وطور النهارده، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. عجلين سمنتال وزنهم طن اهوت، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عاملين 70,000 يا جماعه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الاسمر ده ب 40 40,000 والله. الله اكبر. اه. طب والاحمر ده حي؟ والاحمر ب 35. والاحمر عامل 35، الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله يا جماعه المال، الله اكبر. 35 و40,000 يعني 75,000. طب ميزانهم قد ايه يا حاج؟ مقايم كده. ميزانهم؟ طن 150. طن 150، بسم الله ما شاء الله. الاسمر ده قد ايه والاحمر قد ايه؟ معرفش برضه. بس الاسمر نمبر 1. صور الرقبة يا باشا، الرقبة الرقبة موازينهم على بعض، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. طن 150 كيلو، الله أكبر. اتكلم بقى مع الراجل ده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على اللحم يا جماعة في سوق وطور النهاردة، الله أكبر. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل يا باشا. نتعرفوا باسمك؟ سامي شتا. معلم سامي شتا؟ من هنا يا معلمي؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ وتجار كفر الشيخ. الله يبارك لهم، ما ينسينا منورين في الغربية النهاردة. الله يبارك لك يا معلمي. اللحمه اسعاره النهارده يا معلمي؟
النهارده مش عارف 27 المعلم خميس 67 جاي 67 ماشي يا حاج طارق. الله اكبر يا جماعه، اللحم في سوق جتور النهارده. صباح الخير يا معلمي. اتعرفوا باسمك؟ المعلم احمد يسري من ضماط. المعلم احمد يسري منين؟ ضماط. من ضباط؟ ضماط. الله يبارك لك. تبع محافظه ايه ضماط؟ الغربيه. الغربيه الله يبارك لك. جتور بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. كسر حي ولا لبني؟ اربع سنات. اربع سنات بسم الله ما شاء الله. عمره قد ايه طيب؟ تقريبا كده سنتين. سنتين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. عمره سنتين وكسر اربع سنات. اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله. عامل كام الله وكيل يا معلمي؟ الله وكيل بقى الشيله لسه بنتبيع الشيله فيها. يعني كام يعني معلينه كام وعاوزين كام؟ الله وكيل جابوه. ان شاء الله دي 36. 36 بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال يا جماعه. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. يعني في ميزان قد ايه قايم كده بمرض الله يعني؟ ان شاء الله 650 ان شاء الله. 650 كيلو ان شاء الله. الله يبارك لك يا معلمي بسم الله ما شاء الله. حاجه حاجه حاجه. نعم حاجه. الله وكيل حبيبي. الله يبارك لك. محدش يدنا على 36000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. 650 كيلو. الله اكبر. الله يبارك لك. يعني شغال في اللحمه على طول يا معلمي ان شاء الله. طب ممكن رقم تليفونك عشان لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ 010 13 10 36 70 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب ان شاء الله. صباحك ابيض ومتشكرين يا معلمي. الله يبارك لك. الله اكبر على المال يا جماعه بسم الله ما شاء الله. في سوق جتور النهارده الله بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر على اللحم النهارده في سوق جتور محافظه الغربيه. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل يا ابو. نتعرفوا باسمك؟ انا اسمي ايهاب عادل مليس. ايهاب عادل مليس. من هنا يا معلمي؟ انا من هنا من جتور. من هنا من جتور. احسن ناس يا معلمي حبيبي. الجو عامل ايه في اللحم النهارده؟ الجو حلو ووسط يعني ايه؟ الجو راسي برضو على الغلوان اللي حصل من دولار من ذهب من تدني احوال في البلد. ارتفاع الدولار برضه من 15 ل 18 ايه؟ لا اثر كتير. اثر يعني؟ اثر طبعا. الله يجويك. طبعا اثر على الاسعار وعلى الميزانه نفسها. اثر على كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر يا جماعه. اللحم تكسر حي الاولاني ده؟ لا الاثنين اللباني. لباني الاولانيين دول بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. العمر قد ايه يا معلمي؟ عمر سنة ونص سنتين. عمر سنة ونص سنتين بسم الله ما شاء الله يا جماعة المال. الله أكبر. طب ميزانه قد إيه الأولاني دي؟ جايم كده تقريبا إن شاء الله بإذن الله 500 وين 500 وكسور. الله يبارك لك. طب عامل كم الأولاني دي؟ ده؟ الأولاني ده بأربعة ونص. 34,500 بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. 500 كيلو وكسور اهو اتعمل 34,500. الله اكبر بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. في سوق جتور النهارده اللحم. الله اكبر. طب واللي جنبه ده يا معلمي؟ اللي جنبه 430 كيلو. 430 كيلو عامل كام؟ 30,000. 30,000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. الثالث ده معاك؟ مع بعض الاثنين دول. الله اكبر يا جماعه. دبابات اللحم في السوق جتور النهارده بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على اللحم يا جماعه بسم الله ما شاء الله. عمرهم قد ايه يا معلمي؟ عمر سنتين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا جماعه. عمر سنتين بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عمر سنتين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. طب عاملين كام دول على بعض ولا كل واحد لوحده؟ لا الاثنين دول على بعض. عاملين كام بمرد الله؟ 76,000. 76,000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. يعني تقريبا ميزانهم قد ايه جاي من الاثنين كده؟ ان شاء الله بقى 950 ان شاء الله. 950 كيلو ان شاء الله. الله يبارك لك يا معلمي. يعني انت شغال في اللحم على طول يا معلمي؟ اه يا عم تحت امرك. الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونك لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ 012 77 67 68 38 39 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. تحت امرك. يسعد صباحك واجعل صباحك زي العسل ان شاء الله. متشكرين يا معلمي. اللايك والاشتراك في قناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أي تجار عندها عروض بأسعار محترمة وبما يرضي الله تتواصل معانا على قناة المواشي اليوم. هنصوروا أي عروض وفي أي مكان بنروحوا لأي زبون عايز عنده أي عرض. وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه. وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء.